الهدف الأول هو إحياء لهذه الذكرى الأليم والحزين حتى تبقى حاضرة في أذهان أبنائنا، وخاصة أنه إحنا يعني من خلال المنهاج الفلسطيني من خلال الأنشطة الصفيين نركز كثير على فعاليات هذه النكبة حتى تبقى حاضرة في أذهانهم. اليوم إحنا عندنا عدة فعاليات أمام مديرية التربية والتعليم مقفى، في عنا في مدرسة بنات بيطعوة الثانوية، مدرسة بنات دومة الثانوية، وعنا في مدرسة الصديق هي الاحتفال أو الذكر أو الوقف المركزية اللي يعني خطط لها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مدرسة الصديق. طبعا النكبة الفلسطينية هي عيش الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وليس اللي هو نحن جزء من هذا الشعب كجمعية إسلامية ترعى أيتام مدينة دورة، نحن جزء من الشعب الفلسطيني وكذلك جزء من المؤسسات الفاعلة على أرض فلسطين وعامة ومدينة دورة خاصة، فنحن هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لقضيتنا الفلسطينية في ذكرى النكبة الفلسطينية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحتفل في العام القادم وقد تحررت فلسطين واستقلت، ويكون هذا الاحتفال احتفال النصر والاستقلال إن شاء الله. يعني نحن في مدرسة الصديق نحاول أن تكون هذه قضية النكبة راسخة في ذهان أطفال ما عاشوا هذه القضية، ونحن يعني حتى جيلنا ما عاش هذه القضية، عاشوها بالسماع من الأمهات والأباء والأجداد. الآن المنهاج الفلسطيني لا يتطرق لهذه القضايا بشكل كامل، ومع ذلك نحن كمدرسة في الجنوب الفلسطيني نطلب من كل المعلمين أن يتطرقوا لهذه القضية بشكل كامل في كل الحصص وفي كل الأشياء، وهذا الاحتفال خير دليل على ذلك.